اللي بعده كابتن حلمي طولون منور شاشة النادي الأهلي، دايما بتتكلم عن النادي الأهلي بشكل إيجابي وبتربطك بعلاقة طيبة، إيه سبب الحب ده؟ قول لي إيه سبب الحب الكبير ده؟ وطبعا أنا من الناس الواقعيين جدا اللي لما بشوف شيء محترم وشيء جاي الضرورة أتكلم عليه بشكل كويس بشكل محترم. النادي الأهلي منظومة احترافية عالية جدا، سواء في الإدارة بصفة عامة للنادي أو في إدارة الكورة، الأمور بتدار بشكل احترافي شديد جدا وبشكل منظم جدا، وبالتالي ضروري أتكلم بشكل إيجابي على النادي الأهلي لأنه يستحق أن أنا أتكلم عليه بشكل إيجابي. أنا ما بجاملش النادي الأهلي لكن هو يستحق أن أنا أتكلم عليه بشكل إيجابي.